رغم أن لدى الكثير من الحيوانات أفواهاً كبيرة الحجم تعج بأسنان حادة، فإن واحداً منها فقط كان قادراً على العض بقوة تفوق باقي أطرافه من المخلوقات. فليتخيل كل منا مخلوقاً ذا فم أشبه بالكهوف في ضخامته وعمقها، تحفه من على الجانبين مئات الأسنان قاطعة الحواف كالشفرة. ويزيد من هول هذا المشهد أن لفك هذا المخلوق عضلات قوية تمزق اللحم وتسحق العظام قبل أن ينغلق الفم بسرعة هائلة. التماسيح صبورة للغاية، وهي حيوانات موهوبة، إنهم الأكثر تهديدا للحيوانات البرية. كلما حاولت الاقتراب من مياه النهر تتعرض لمخاطر جمة. في تلك البراري الأفريقية البقاء على قيد الحياة قد يبدو صعبا للغاية. في هذا المقطع سنشاهد لحظات تهاجم فيها التماسيح بوحشية. في هذه اللقطات التالية تمساح عملاق شوهد وهو يهاجم بقرة في المياه. اقتربت الأبقار من المياه لتروي ظمأها، ولكن التماسيح الفتاكة لن تتركها تهنأ بمياه النهر. فقد تهاجم التماسيح فرائسها على حافة النهر بكل قوة وشراسة. التماسيح هم من الحيوانات آكلات اللحوم والتي تتغذى على الحيوانات الحية، كما أنها تتغذى على الجيفة. وتستخدم التماسيح عدة أساليب للهجوم عندما تطارد فريستها الحية، ولكن التماسيح تتفق في أسلوب واحد وهو الكمين، حيث إن التماسيح تكمن بلا حراك تحت سطح المياه مع وضع الأنف فوق سطح المياه. الكمين من الأساليب التي تمكن التماسيح من أن تبقى مخفية بينما هي تراقب فريستها التي تقترب من حافة المياه. ثم تندفع التماسيح في المياه مع أخذ فريستها على حين غرة وسحبها من الشاطئ إلى المياه العميقة كي تقتلها. وهناك طرق صيد أخرى تشمل على الصيد باستخدام عض جانبي الرأس بسرعة، أو الاصطياد عن طريق الانجراف نحوها ببطء ثم تندفع نحوها عندما تكون على مسافة قريبة منها. تعد التماسيح من الزواحف كبيرة الحجم التي تقع في قمة الحيوانات المفترسة. وتنتمي التماسيح إلى فصيلة الأركوسورات، وهي مجموعة قديمة من الزواحف تضم أيضا الديناصورات. فعلى الرغم من انقراض الديناصورات منذ 65 مليون سنة، إلا أن طبيعة التماسيح شبه المائية سمحت لهم بالبقاء على قيد الحياة بنجاح في بيئاتهم الطبيعية. يعد شكل التماسيح مناسبا لحياتها البرمائية، فجسمها الممدود وذيلها العضلي الطويل مناسب تماما للسباحة السريعة، كما أن فتحات الأنف الخارجية والعينين وفتحات الأذن موجودة في أعلى أجزاء الرأس بما يتلاءم مع تنفسها خارج المياه. تمتلك التماسيح أيضاً مجموعة من الحواس القوية جداً والتي تمكنها من البقاء على قيد الحياة. تمساح يلتهم بقرة كاملة في نهر دينيتري بأستراليا. في حياة البقاء فيها للأقوى والأشرس، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظات صادمة يقوم فيها تمساح ضخم بالتهام بقرة كاملة. كانت الأبقار تقترب من المياه للشرب، ورصد أحد التماسيح الأبقار وقام بالتخفي والاقتراب. ورصد أحد السياح مشهد التمساح وهو يلتهم البقرة التي تحاول الهروب من فكه، ولكنها استسلمت في النهاية، حيث جرها التمساح إلى وسط النهر. فالتماسيح وحوش شرسة، من أجل البقاء والحصول على الطعام سوف تستخدم كل قواها وأسلحتها الفتاكة.